طبعا زي كل حلقه من حلقات البرنامج ده لازم يكون لينا وقفه مع كابتن احمد عوض اللي بيعرفنا دايما على مجموعه من التمارين سواء اللي بتتعمل في صالات الجيم او اللي حتى ممكن نعملها في البيوت. التقرير بتاع النهارده هيكون مهم جدا لان هيعرفنا على الاخطاء الشائعه اللي ممكن كلنا نقع فيها واحنا بنمارس الرياضه في صالات الجيم. تعالوا نشوف ونرجع نكمل كلام. النشاط صباح الرياضة عليك كريم انت نهوانت وعلى جمهور الأهلي العظيم وعلى مشاهدين العظام. النهاردة هنتكلم عن حاجة الناس كلها بتجري وراها وتبقى فيها مشكلة لو رحنا الجيم وما نعرفناش بنعمل ايه في الجيم، واول حاجة بتقابلنا اليوم اللي بعد الجيم، لان في ناس كتير قوي كرهت الجيم بسبب اليوم ده. في حاجة مهمة الاول اللي هي الاحمال البدنية، ازاي اروح اتمرن في الجيم وانا اعرف انا بعمل ايه عشان ما اجيليش اصابة او ما اجيليش كرامبات اللي بتيجي تاني يوم. انا بروح الجيم النهاردة اجي تاني يوم مش قادر اقوم من على السرير، مش عارف اتحرك، ايديا مكلبشة، مش عارف اعمل اي حاجة. لا ده غلط اصلا. فكرة ان انا اروح الجيم واول مرة اتمرن وبقالي فترة كبيرة او ما اتمرنش وبعمل شدة تمرين عالية جدا زي ان انا اخش التمرين واجيب اخري في التمرين، لا طبعا ده غلط. ده بيعلي اللاكتيك اسيد اللي بيتفرز في العضله وممكن يعمل كرامب، ممكن يعمل مزق، وممكن يعمل مشكله في المفاصل نفسها. طب ايه المفروض اعمله؟ المفروض اعمل شده تمرين 60%. 60% دي اللي هو انا لما اخش الجيم هعمل 15 عده، مش لازم اجيب اخري في العده 15. لا انا ممكن لو بشيل 10 كيلو في 15 عده لا اخليهم 6 كيلو بس واعمل برده 15 عده. ده هيفيد العضله؟ اه هيفيد العضله. فكره الثقافه بتاعتنا القديمه اللي هو لازم تحس بالالم عشان يبقى اتمرنت، لا طبعا. الالم ده معناه ان انت عندك مشكله جوه العضله، عندك اصابه، عندك لاكتيك اسيد، عندك اصابه هتحصل لك. لكن الصح ان انا اطلع بتدرج الحمل اشيل 6 كيلو بدل ما اشيل 10 كيلو، بعد كده باسبوع ممكن اعلي الحمل شويه يبقى 7 كيلو، يبقى 8 كيلو، يبقى 9 كيلو، لغايه لما اوصل بعد شهر ونص او شهرين اللي هو الشده بتاعتي تبقى 95% اللي هو ممكن اشيل البار مفيش مشكله واجيب العده الاخيره. ده خلاص يبقى انا كده عملت الاحمال البدنيه بتاعتي. ده مش هيخليني بقى ان انا اروح اتمرن النهارده تاني يوم اقعد في البيت ما اروحش الجيم تاني. طيب في حاجه مهمه بقى الثانيه اللي هو الاخطاء الشائعه جوه الجيم ذات نفسه اللي هو العادات السيئه بتاعتنا او اللي اتعلمناها غلط او اللي احنا بنشوفها على اليوتيوب او ايا كان بقى اي برنامج بنخش عليه نشوف التمرين بس ما بعرفش التكنيك الصح ايه او الحركه الصح. نبتدي بحاجه مهمه زي تشست بريس للشست. المهم في ده ان انا اول حاجه لو ينفع ان انا ارفع رجلي لفوق يبقى هايل عشان احافظ على الكيرف بتاع ظهري. لما بنزل لتحت بقوس ظهري فبضر فقرات ظهري، يبقى انا بتمرن تشست بس بضر ظهري. لازم اكون راسي فوق البار، ارفع رجلي يا اما اسندها يا اما ارفعها لفوق وكده يبقى احسن. يبقى كده انا بعمل مش بشغل عضلات بطني معايا. همسك البار، المسكة بتاعت البار واسع وضيق. الثقافة بتاعتي همسك واسع اشغل العضلة اكتر او ضيق اشغل العضلة اقل، لا هي الفكرة بتاعتي ان انا منزل بالبار انزل 90 درجة، منزلش اكتر، منزلش فاتح ايدي او منزلش قافل ايدي عشان ما ادمرش كوعي ولا كتفي. همسك البار مقاس الطبيعي بتاعي، هاخد نفس، هطلع بالبار يبقى فوق الشيست ما يبقاش فوق كتفي، يبقى فوق الشيست، وانزل لغايه 90 درجه كده، ما انزلش اكتر ولا عايز المس شيست اشغل اكتر عضله اكتر، لا كده بدمر كتفي، كده عضله بس الشيست اللي شغاله مش كتفي. واطلع لما اطلع لفوق ما افردش كوعي على الاخر، قبل الاخر بسنه صغيره، هنزل فوق الشيست واطلع تاني. يبقى في نفس الخط طالع نازل، ما ينفعش اغير اللاين بتاعي، ما ينفعش اطلع كده واطلع فوق كتفي، لا هطلع فوق الشست بس. خلصت ارجع تاني اقوم كده. انا خدت التمرينه صح 100%، البار يفضل فوق الشست، ما كوعي ما يعديش مستوى كتفي، اطلع لفوق بطلع النفس دايما وقت انقباض العضله كده، يبقى انا اتمرنت صح. اي تمرين تاني هيجيب لي اصابه في كتفي اللي هو بقى بطلع بكوعي لفوق واعمل كده اصابه في الكتف. لازم ابقى في نفس اللاين، الشست مش هيشتغل الا لما كوعي يطلع في نفس اللاين بتاع الشست. خش على اللي بعده. في البوش ابس او الضغط بعض المشاكل اللي بتقابلنا ان بعض الناس
بتعمل ضغط صدري يكون في وسط ايديا، راسي تبقى عاملة مثلث مع ايدي. يعني على سبيل المثال ايدي اهي عاملة مثلث مع راسي اهو، هنزل براسي هنا كده، يبقى انا اللاين بتاع كوعي جنب الشست كده، عضلة الصدر اللي هتستفيد من البوش ابس غير البوش ابس بتاع الترايسبس اللي احنا عملناه في تخسيس الدراعات. لا ده للصدر. الاخطاء الشائعه بتاعته ان الناس بتنزل براسها او تنزل عند كتفها، لا انا لازم كوعي راسي تبقى قدام وكوعي ورا بطلع لفوق، نفس فوق ما بفردش كوعي على الاخر عشان ما اعملش اللوك بتاع المفصل فيحمل عظم على عظم. الاخطاء الشائعه الثانيه تمرين وانا واقف. اي تمرين هعمله وانا واقف في الدنيا كلها لازم اكون عامل سوفت ني، ركبتي سنه صغيره متنيه، واعمل شد لعضلات بطني وانا بجيب البار بطلع بطريقه صحيحه، اثبت ركبتي بطني مشدوده، الاخطاء الشائعه اللي بعض الناس كمان تروح عامله كحه لورا، لا لازم كوعي يبقى تحت كتفي وممكن يطلع لقدام سنه، نفس وقت انقباض العضله. زي ما اتفقنا اي تمرين وانا واقف لازم يتعمل بنفس تكنيك بتاع البايسبس، هعمل ترايسبس ما ينفعش افرد ركبتي، سوفت ني، كوعي تحت كتفي، في التمرين ده بزق بدي مش بريست ايدي، ما يبقاش الوزن على ريست ايدي عشان ما ابوظش ريست ايدي. عادة الخطأ التانية الجهاز اللي بيقوي منطقة القطنية أو العضلة الناصبة للعمود الفقري، أهم حاجة رجلية مسنودة لورا. الأخطاء الشائعة إن إحنا بننزل ونروح طالعين فوق قوي كده، أنا بضغط على الفقرات، هنزل وأطلع لمستوى جسمي بس، شدة 60% لو مبتدئ، خلاص بقيت أدفانس وموجود في الجيم باستمرار ممكن أوصل لشدة 80% 90% ما عنديش مشكلة، بحمل بعلي الحمل البدني بتاعي. التمرين ده فيه كذا خطأ، أول حاجة ركبتي مفيش تمرين بحمل فيه على رجلي وأنا في مفروضة، لازم سوفت ني شد مش عند بطني من تحت، لا عند الشست تحت الشست على طول، طلع النفس وانا بعمل انقباض للعضله. اهم حاجه وانا رايح ما اروحش واوز ظهري واعمل تقاعر لظهري كده، انا بدمر فقراتي اسفل الظهر، لا ظهري مفروض ثابت، جسمي كله ثابت، انا بحرك العضله اللي هتستفيد من التمرين بس. برضو مهم لازم الكول داون اللي في الاخر والاسترتشات، مع معلومات مفيدة الحلقات اللي جاية إن شاء الله.